معايا الحاجة تام، مرحبا بك حاجة. بك كل خير يا وليدي، يعطيك السر وتعك بكل ما كتمنى في قلبك، وبعد عليك أولاد الحرام ويفتح لك أبواب الخير تين واللي معاك. مرحبا 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 ميمتي، مرحبا بك. يخليك لي سيدي، حسني نسكر لكن زيتي ربي اللي كيكونوا معايا أيه، واللي كتعمل لي الرياضة يخليك لي وعدتو باش نسكرهم في هذا الراديو ديالكم اللي مسموع بالزيت. مرحبا الحاجة تم، بغينا نعرفو دابا تقريبا عندك كنظن 75 سنة ياك، الله يطول في العمر. وبليدي انا من عائلة اللي ما كيحسموش يقولوا السن ديالهم. فعلا دابا راني كنضق على 77. 77 الله يطولك في العمر الحاجه طام. بغينا نعرفوا بانك حيت معنتي كنتي ميس في 1952 كي قلتي لنا البارح، ودابا انت عامله دائما الريجيم وداخله في داكشي ديال النوتريسيون الماكله بيو داكشي، كيفاش بغينا تهضري لنا شويه على هادشي؟ اولا وقبل ان استضيف عند البرنامج ديال اوتبي شو بهذه المناسبه السيئه بالاذاعه سدا اف ام اللي شد كل شيء، كنشكر يخليك لي لكن يجي التربي ديالي نعيمه مشكور وطاهر عليا وبردوني سكينه وعيسى ايمان، هادو يخليك لي هادو كيتكلفوا بيا ملي كنكون في مدينه طنجه. ايوا مزيان. دكتور باغ، دكتور باغ وليدي بغيت نهضر لك على غاسا كيفاش بقى غاسي ان ياك. يخليك ليلي، اولا وقبل كل شيء نصيحه كبيره للمستمعين الكبار الكرام، كون نهار في الصباح خصكم تفطروا او ام سلو ان او خليك ليلي، هذه اول حاجه. ممنوع الغداء وممنوع العشاء. واش او وحده في الصباح وصافي؟ لا ماشي داكشي، كناكلو او ام سلو ان الصباح قبل 8 او 8 ونص ونمشيو نعملو المسائل ديالنا، ومن بعد كنتغشاو. كان شنو؟ كنتغشاو. كتغشاو زين. يعني كنتغداو ونتعشاو، كتسمى كلمات نتغشا ما بين الخمسة والسبعة. ايوا شنو كيكون فهاد الغشا؟ فهاد الغشا هادي اللي كن يعني اللي كنعملو بهاد التوقيت هذا، ايفيدامون بصيلة تويمة سلادة سويش، هذا اللي حب غيزيم معتيني. عديسة ما كيناش؟ لا عديسة لا، وكنعملو الحديد حنا في لاسال بينا وبين العديسة. كتريني الحاجة طام، كتريني في لاسال؟ بيان سور يا بليدي، غير الحديد انا ديالي غير على قد الحال، كنهز 15 تبارك الله تبارك الله. وكتاكل شويه ديال البروتيين وداكشي؟ لا البروتيين لا، عندي من عند الله الحمد لله. انت كتشوف صحي حي، وكنعمل رياضه. شو كديري من رياضه من غير هذا الحديد؟ رياضه ما استعملوا معايا كلكم اميم طوم، استعملوا يديكم قبلتكم. واخا عندي تقوى يديكم قبلتكم. نبداو بريميزيس فريك 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 هي فريك فريك، عامله بحال هكا تفريك تصبين. ايه طلع النفس، اسمح لي راه عمي كي بحال هكا يغسل يديه ماشي كيف لا زيد. طلع النفس، لا قول له فريك فريك، وكونو ديسيبلين يا وليدي، كونو ديسيبلين. احنا سمو غيدا، طلع النفس. الله، هزوا يديكم بجوجكم الفوق، نصرو التصبين. نصرو التصبين ايه، ونفخود فيه السميعه. خليكم ليلي، برافو عليكم، يخليكم ليلي، يعطيكم. شكرا الحاجة طام. اش كيجيك الحسين الباشا الحاجة؟ كون سيدي الحسين الباشا. الله يا ودي الحسين الباشا، انت كتعرفو؟ اييه الله يا ودي الحسين الباشا، كان ابت لا كونتابيليتي د لوزينات الحاج كاملين. ياك اييه يخليك ليلي، يعطيك الشيء، وكان محبوب بزاف عاد. ما كاينش شي العسل اللي قبل الله يحبوه. الحاجة طام، الحاجة طام، الحاجة طام. نعم الحاجة صافي صافي، تقطع في القلب الحاجه. شكرا الحاجه اختي معنا. وين الحاجه؟ صافي تبارك الله عليك، انا راني مشغوله، ماشي بلا صغار، كنت حبيت نزيدك واحد النصيحه بالحق ملي عملتي لي فريد فريد بسلامه عليك. لا 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 لا، تفضلي عطينا نصيحه تفضلي. قلت لك واللي ما قدوش هاد الريجيم وما زاد تبارك الله عليه بحال الطنبور او بوطه الكاز، كاين واحد الحل واحد اخر. شناهو؟ يبقى كل نهار يشوف مع من الدبز ويتفقس. وهادشي اللي درنا حنا، راه طيحنا بات 8 كيلو لحد الساعه الحمد لله. صافي شوف لي فاسك، شوف لي الايك، شوف لي عاودك النكات الحامضين، كطيح الكيلويات. تبارك الله عليك الحاج طام، عندك الضحكه ديال العثماني تبارك الله عليك. شكرا الحاج طام، شكرا. سلامي عليك. سلامه، سقوا لها مصطفى الداودي.